السلام عليكم. السلام عليكم خوش المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن. المشكله شي مكتب ديال الله سبحانه وتعالى. اول حاجه كان وقع لي واحد الفوت دكتور في الاول في المشوار، كانت مخلي حنكيد تقول لي واحد البراقاس ديال العظم، حيدوا داك العظم داروا لي السلك. هو كاين في لي باغوناميك هويا واحد السلك، راه هو تيبان واحد السليك تيبان باقي حاليا عندي تما تعطيني الحرق. والعمليه الثانيه دخلوا على اساس بانهم يدخلوا العمليه الثانيه، دخلوا على اساس باش يحيدوا داك السلك اللي هنا في لي باغوناميك ويديروا لي العظم عظيم. هادشي مكتوب ديال الله سبحانه وتعالى. التقط قاص لي العرق ديال العين، دابا عيني تبقى بحال هكا، الاذن ديالي مابقيتش نسمع بها نهائيا. العرق طلع لي للراس، وبقيت تقريبا من 8 الصباح حتى 9 ديال الليل وانا في البلوك. ما عليناش بالزربه، بقيت تمايا، طلعت من الانعاش على يومين. تقريبا هي اللي دارت هذا الخطا. شي مكتوب ديال الله، ما كاينش شي واحد تيتمنى يدير الخطا. ما عليناش، ما نطولش الفيديو هذا. هو درت عاوتاني دو اوبيراسيون اخرين في 2003 متابعين نفس الاخطاء تا هما في لاماشواغ. ودابا حاليا تنطلب من الجاليه المغربيه خارج الوطن لقاش تساعد وتتحن على القلوب رحيمه وكا، لقاش وليت ناكل دي فورمي في لاماشواغ ديالي. وعاد الراس ديالي عندي هنايا باش طلع لي العرق الفوق، عندي ادويه تناخذ تقريبا 2000 درهم من الشهر شهريا. معاناة، عاد معاناة ديال لاماشواغ، ما نقدرش ناكل نهائيا، هي تنسرط والمعدة تتنوض عليا المعدة. ما نطولش عليكم. المهم انا عندي مؤهلات ديالي، كنت عندي هدف في الحياة ديالي قبل ما يتقطع لي العرق. كنت دي سبورتيف، كنت جول في كورة، كنت نيفو كاتريماني، تقطع لي العرق تقلبت الحالية ديالي. هادشي مكتوب ديال الله سبحانه وتعالى، ما عندي ما ندير. وحاليا تنطلب من الاخوان قلوب الرحيم خارج الوطن يساعدوني. ولا اله الا الله وحده لا شريك له، الملك وهو على كل شيء قادر. ما نطولش عليكم اخوتي المغاربه خارج الوطن. انا حاليا مرتاح. شحال مشى كتعاني من الاعاقه هذه؟ الاعاقه ديالي تقريبا من 89، والعمليه الثانيه، العمليه في الاولى 89، العمليه الثانيه في 99، والعمليه الثالثه والرابعه في 2003، درتهم بيناتهم 15 جور. ومن بعد بقيت تقريبا الدم والقيح تقريبا من 99 حتى 2017. وحاليا باقي تنعاني من الدم والقيح. حاليا دابا الداخل عندي لي ابسي، تناخذ واحد الادويه باش يبرد عليا داك الدم والقيح اللي عندي الداخل، باقي عندي حاليا الداخل بسبب داك العرق. العرق باش قطع عليا طلع عليا للراس، حيدوا لي الاذن ديالي، هي الله هو لي سكانر، هو باين كل شيء هنايا. حيدوا لي طرف لقاش ديال لاماشوار، لقاش العرق تحت لاماشوار، وحيدوا لي العظم من هنايا باش ديك الساعه دخل بولعيش، دكتور بولعيش هو اللي دخل. ما عليناش. العمر ديال ديك الساعه كان دي تقريبا 5 سنوات 6 سنوات من الصغر. وبقيت هكاك وبقيت تنقرا، ما طول حتى شي عام وصلت نيفو كاترياماني. كان ديك الساعه واحد الصوره ديالي راه كاينه، الصوره راه كاينه واحد الصوره، باقي صغير انايا. ما عليناش. بقيت كان ديك الساعه خصك تحقق فيا الاخ رشيد، عاد لي يمكن لك تاكد. كنت الاخطاء وي 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 ضروري معاناه، فهمتيني؟ واحد تيقول لك، واحد تيسبك، واحد مشاكل، فهمتيني؟ وما تديش على الانسان. ولا الانسان عنده كاين الانسان حتى واحد معصوم من الخطا، فهمتيني؟ كاين واحد تيقول يسبك بعوج الفم، كاين اللي تيقول الله يشافيك، كل واحد شنو تيقول، حريه التعبير. ولا يخلو اي انسان من صديق يمدح وعدو يقدح. اي انسان لا يخلو من صديق يمدح وعدو يقدح. الانسان مزاجي، كل نهار في مزاج. والحمد لله، واش تقطع لك هذيك في النفسيه ديالك لوفو ديال الانسان، راك عارف تدوز من هذا الانسان تقول الله يستر، تسمع تهضر في ودنك، ما تتسيقش هكا، داك الشيء ديال الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، حنا شنو غنديو معنا؟ شبر وربعة الصبان والعمل الصالح ديالنا هو اللي غنديو معنا، والعمل الصالح هو اللي غنديو معنا بينا وبين مولانا سبحانه الله سبحانه وتعالى. وي وي فتحت قناه، وي لا فتحت القناه وهذه، ولكن بقيت معاناه انا. خصني 40000 ديال تقريبا ديال الدواء ديالي، وطحت عاوتاني ديك الوقيته باش طحت، بقيت ناعس مريض،
بقيت مريض انايا تقريبا، وتنبقى بعض المرات ما تنخرجش الدار، بقيت معاناه معاناه، وجا هذا الوباء هذا هو اللي بعد عن هذا الوباء هذا ان شاء الله، ونتمنى من الخير هادشي اللي غن من المنبر هذا تنطالب من اخواننا خارج الوطن لقاش يحنوا قولوا بالرحيمه، اخواننا المغاربه خارج الوطن قولوا بالرحيمه طلب مساعده، لقاش انا تنعاني تنعاني بزاف تنعاني بزاف، لقاش عندي تناخذ الدواء 40,000 من شهر لشهر، وعاد تناكل ديفورمي من لاماسواغ ديالي، الحاله النفسيه ديالي راه نضحك انا اليوم ما نضحكش معاك، انا سيمانه 15 يوم قاف ما نضحكش معاك فهمتيني نهائيا، نقدر نضحك يومين ثلاث ايام، حتى دارنا انايا ما تنجلسش معاهم في الطبله تناكل بوحدي فهمتيني اكزاكتومون اكزاكت، ما تناكل بوحدي انايا. يعني ما قلتش لك بان عندك واحد الامل يمكن يعني الامل في الله سبحانه وتعالى اول حاجه طبيعه الحال وي لا لا الاطباء حتى التروماتو في ماروكان ما قدر العمليه لقاش مشي طلب لي 15 مليون لا وكان غيديرها وشويه ما دارهاش، رجعت لعنده قال لي بانك انتيا راه تشارتي وهكا، وانا باش تشارت انا قال لي وانا كبرت حاليا ما يمكنليش ندير يديفك. اخوان المغاربه خارج الوطن يقفوا معايا لقاش نعاني من الفك ديالي، ثم لقيت نقدر ناكل نهائيا، تناكل الفيتامينات وعاد عندي ادويه ديال الراس ديالي، لقاش عندي لداخل انايا باقي الدم والقيع هذاك الشيء الراس يبقى يزدح ليا، حتى تنشرب واحد الدواء عاد تنولي فهمتيني عاد تنولي مزيان، وحتى تروماتو هنايا ما قدها الاوبيراسيون في ماروكا نهائيا، اذا خصني نمشي نتعاش في اوروبا.